أهلا وسهلا بكم أحبتي وأصدقائي. نبدأ معكم اليوم سلسلة جديدة بعنوان سلسلة العلم بين عالمين، والتي سوف نتناول فيها موضوع التطور الذي يثير جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولة البعض أخضاع العلم للأيديولوجيات والمعتقدات في الوقت الذي يحاول فيه العلم جاهدا أن ينأى بنفسه عن التبعيات والأفكار المسبقة. عنوان هذه السلسلة يختصر حالة النزاع الذي يقع ضحيته العلم واستنتاجاته من الحقائق العلمية لينتهي به المطاف محل صراع بين عالمين: عالم التفكير المنطقي الذي يعتمد الدليل والبرهان، وعالم التفكير الخرافي الذي يحاول أن يقيم الواقع على مجرد أوهام وأخبار من التراث وانحيازات وتناقضات معرفية. هذه السلسلة هي عمل نأمل من خلاله أن نسلط الضوء على كيفية قيام فئة من محاربي العلوم بتشويهها ونشر المفاهيم الخاطئة عنها. ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يفعله البعض من محاولة تسقيط نظرية التطور في عيون عامة الناس وتصويرها لهم على أنها مجرد مؤامرة. سلسلتنا هذه لن تكون رد على شخص معين، رغم أن هذه الفكرة كانت قد راودتنا ابتداء من مشاهدتنا لبعض المواد المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال توجد سلسلة فيديوهات على اليوتيوب باسم رحلة اليقين للدكتور أياد القنيبي يحاول فيها التنكيل بنظرية مدعمة علميا لتقديم بدلا عنها علما مزيف باسم الخالقية دون أدنى احترام للمبادئ والأخلاقيات التي تتطلبها الأمانة العلمية والمهنية للمهنة التي يزعم هو أنه يمتهنها. سلسلة أعمال مثل هذه من شأنها أن تثير حفيظة صاحب أي تخصص علمي ممن تعاهدوا على احترام أنفسهم أولاً، ثم احترام الأمانة العلمية سواء عند ممارسة البحث العلمي أو عند تطبيقها في العمل، ويبرؤون من أنفسهم بأن يشاركوا في نشر مثل هذه الترهات التي تزيد من التخلف والجهل في المجتمع، وبالذات في مجتمعاتنا طبعا الشرق أوسطية، والتي هي بأمس الحاجة لتعلم واحترام العلوم الصحيحة ونبذ كل ما هو مزيف يؤكد على قبوعه في مؤخرة الأمم. سلسلة هذا هو شبيهاتها حري بها أن تشعرنا بالألم والحسرة، وبالأخص في تلك الطريقة التي يتم بها تقديم نظرية مؤسسة على قاعدة متينة كنظرية التطور على أنها خرافة وأكذوبة ونتيجة لمؤامرة عالمية. هذا مع العلم أن كل من درس علم البيولوجيا تقريبا يكاد يردد الجملة الشائعة في هذه الأوساط بأن لا شيء مفهوم في علم البيولوجيا إلا عندما ينظر له من تحت ضوء أو مجهر نظرية التطور. أعمال يكتشف من يتابعها لو كان لديه ضمير أن من يقوم بتفسير المبادئ الأساسية لفلسفة العلوم بشكل عام ونظرية التطور بشكل خاص بصورة غير مسؤولة، وأقل ما يقال عنها أنها سطحية وغارقة في الكم الهائل من التدليس والتزوير والتجني على العلم، وارتكاب جملة من المغالطات المنطقية والعلمية المدفوعة من الانحيازات الذاتية والمشوبة بجهل وقصور شديد في فهم النظرية. إن وصف هذه الأعمال بالتدليس والتزوير هو في الواقع ليس تجني على أصحابه أو محاولة للشخصنة ضدهم، بل هو ألطف ما يمكن أن نوصف به من يقوم أو من ينتهج ذلك النهج التعيس الذي يكيل اللكمات في العتمة فيصيب الدين في مقتل قبل أن يشوه العلم. سنحاول جاهدين خلال هذه السلسلة التقليل من نبرة أو حدة انتقادنا لهذه الأفكار وهذه الطروحات، احتراما منا لمتابعينا وبشكل خاص الأخوة والأخوات المسلمين الذين ربما وقعوا في حبائل بعض المغرضين ممن ينظر إلى أعمالهم المشينة تلك على أنها أسلوب موضوعي وعلمي للدفاع عن الدين. هذا أولا، وثانيا لكون سلسلتنا هذه قد شارك في إعدادها أيضا وإخراجها إلى النور بعض الأخوة المسلمين المتنورين الذين لا يخلطون بين العلم وبين اعتقاداتهم الأيديولوجية، وثالثا لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه ما تطلبه الأمانة المهنية في أن نكون موضوعيين قدر الإمكان، محاولين التحدث بالحقائق كما درسناها في العلوم وفهمناها من خلال فلسفة العلوم، تاركين للمستمع الكريم الموازنة والترجيح ليفهم بنفسه حجم الكارثة التي يرتكبها هؤلاء ممن ائتمنهم على دينه. هدف هذه السلسلة هو تقديم توضيح معرفي شامل للمنهج الدوغمائي الذي يعتمده الكثيرون في تعاملهم مع العلم بصورة عامة ومع نظرية التطور بصورة خاصة، وهي أيضا محاولة منا لتقديم المساعدة لمن يريد الحصول على الحقائق بأمانة، ليتجنب طرق التفكير الملتوي التي يتبعها البعض سواء في محاولاتهم لضحك نظرية التطور أو محاولات إثبات أن الأرض مسطحة وأن الشمس تدور حولها رغم كل المعارف الحديثة بهذه المجالات العلمية. وهاتان الفئتان، أي فئة الخلقيين creationists، وهي الفئة التي تفسر الظواهر الطبيعية عن طريق كن فيكون، وفئة الأرض المسطحة، وما في الواقع يستخدمان نفس النهج في الطرح ونفس الأسلوب في طريقة التفكير ونفس الجدليات الكلامية القائمة على شيطنة المجتمع العلمي بأكمله وزعم أنه مدفوع لخدمة أجندات خاصة، وبدلا من دعم أقوالهم بالأدلة على ما يزعمون نجدهم يلعبون دور الضحية ويستخدمون كارت المؤامرة العالمية الكبرى. ولمن يرغب التأكد من أن الخلقيين ومجتمع الأرض المسطحة هما فئة واحدة، ما عليه إلا أن يشاهد ما قام به الدكتور القنيبي عندما أنتج حلقة على السريع للرد على من طالبه بتقديم سلسلة يثبت فيها أن الأرض مسطحة أو خرافة كروية الأرض. فبدلا من قيامه بتقديم الأدلة العلمية الداحضة لافتراض الأرض المسطحة، قام القنيبي بحشد أقوال وعنعنة نقلية من أقوال ابن تيمية وابن القيم الجوزية وعصبة من فقهاء المسلمين اللاحقين ليقدمها كأدلة على أن الأرض ليست مسطحة بل كروية. فلنستمع الآن لجزء من حديثه. نميز الحق من الباطل. الآن يا جماعة، بالنسبة لكروية الأرض، نحن لا نقتنع بكروية الأرض بناء على صور ناسا فحسب. هذه مسألة حقيقة أصبحت يعني مسألة حسية بديهية معروفة، وللعلم كروية الأرض مسألة إجماعية لدى علماء المسلمين من القرون الماضية، بل إن ابن حزم الأندلسي رحمه الله والمتوفى عام 440 هجري، يعني قبل 1000 عام، قال: وما أعلم أحدا، معنى الكلام طبعا، إن أحدا من علماء من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكر تكوير الأرض، ولا يؤثر عن أحد منهم في رده، يعني في رد تكوير الأرض، كلمة، بل البراهين من الكتاب والسنة على تكويرها، بل البراهين من الكتاب والسنة على تكويرها. بعده ابن تيمية رحمه الله قال: وما أعلم أحدا قال إنها غير مستديرة، وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال، يعني يسمي من يقول بعدم كروية الأرض أنه لا يؤبه له وأنه من الجهال. وهذا بعدما ذكر نقولات كثيرة عن كما رأينا. فالقنيبي لم يخالف الحقيقة العلمية بكروية الأرض، لكنه التمس أقوال فقهاء الدين لإثبات حقيقة كونية وليس المنهج العلمي، وهذا سلوك يفضح النهج الذي يعتمده صاحبه في تعامله مع العلوم. فالواقع لمن هم من مثل القنيبي يجب أن يطابق دائما ما يقره الشرع وليس ما تجمعت عليه الأدلة العلمية. وهذا يبين لنا للأسف سبب فشل أي نقاش منطقي مع هذه الفئة التي حتى عندما تعترف بالعلم وتناقش حقائقه فهي تستمر في تقبيله بمبادئ وسياقات الفقه والشريعة والأيديولوجيات وكل ما هو بعيد جدا عن المنهج العلمي، أي أنها تبدأ بالمسلمات كفرضية، تتعامل معها بصورة تبدو كأنها منطقية لتصل بالنهاية للمسلم لديه أساساً كنتيجة حتمية، وهو نهج دائري ملتوي. البحث العلمي يبدأ دائما بفرضية، تخضع هذه الفرضية لعمليات وتجارب لتصل بالنهاية إلى نتائج يتم إخضاعها لمفرمة المراجعة ونقد الأقران قبل أن يتم تقبلها تفسيرا لظاهرة طبيعية ما، حتى لو كانت تلك النتائج متعارضة مع مسلمات الباحث. نهج صحيح هو نهج بطيء وقاس وطويل، لكنه نهج يعطينا الطريقة الوحيدة الناجحة حتى هذه اللحظة للوصول إلى المعارف والتي يمكن أن نعتمدها في الحياة. وقبل الدخول في لب القضية نرى أنه من الواجب علينا أن نوضح بأن كلمة خلقي ليس مقصود منها التقليل من شأن أحد، بل هي ترجمة لمرادفتها بالإنجليزي، ويقصد أو الكرييشنست، ويقصد بها كل من يؤمن بالخالقية بالدفع المباشر، مقارنة مع من يؤمنون بأن الله يستخدم الطرق الطبيعية التدريجية لخلق الأشياء، وطبعا منهم عدد لا بأس به في الدول الغربية. ولهذا السبب أيضا سنقوم بكشف منهج الخلقيين الغربيين بصورة عامة ومن ينسخ عنهم من المسلمين بصورة خاصة، وسيكون تركيزنا على فيديوهات الشيخ القنيبي كمثال يقدم نموذجا حيا يرينا كيف يمكن لرجل الدين أن يستغل عواطف أبناء المجتمع بدلا من تعليمهم أهمية العلم وتدريسهم الأدلة العلمية الصحيحة. فالخلقي حاطب الليل يحاول فقط اقتناص كل ثغرة ليتجنى على العلم ويسيء إليه، مستعرضا الأساليب الملتوية التي برع بها متشددي الجماعات الدينية خصوصا مسيحيي الولايات المتحدة في حربهم الشعواء ضد العلم، تلك المعركة التي بدأت منذ القرون الوسطى ولا زالت للأسف قائمة حتى يومنا هذا. ستلاحظون بالأدلة أن كل ما تقدمه هذه الجماعات في العالم العربي هو اشترار أكاذيب الجماعات التبشيرية المسيحية، والتي رد عليها الوسط العلمي بدلا من المرة الواحدة عشرات المرات. سنحاول في سلسلتنا هذه كشف الخدع والألاعيب التي مارسها القنيبي على متابعيه، ولبلوغ هذا الهدف نرى أن علينا أولا أن نتطرق لقضايا أساسية تأسيسية أو منهجية في بداية السلسلة نراها ضرورة، بدونها لن نستطيع إيصال الرسالة إلى الإنسان المؤمن الذي سلب عقله من كثرة التشويش وتم تصوير التطور له على أنه مجرد مؤامرة إلحادية جاءت لتجريده من عقيدته وإيمانه. سنكشف أيضاً النهج الخبيث الذي يتبعه عامة الخلقيين بربطهم للقضايا العلمية بالإيمان أو الإلحاد، رغبة منهم بذر الرماد في عيون المتابعين، محرضين النزعة الطائفية لتنبري طائفة من المؤمنين للدفاع عن دينهم ضد العلم، مخاطبين عواطفهم ليعموهم عن رؤية الحقائق وفهمها. فالخلقيين يدركون أنهم بغير هذا الأسلوب سيفقدون لا محالة عموم المثقفين من متابعيهم. وحتى لا نطيل في هذه المقدمة، اسمحوا لنا أن نشرح المحاور الرئيسية لهذه السلسلة، والتي نأمل أن ننتهي منها بالرغم من شح الوقت وضيقه، وبالرغم من ضعف الإمكانيات التقنية المتوفرة لدينا وعدم تمكننا فنيا من الإخراج والمونتاج المناسبين. وبالمناسبة دعوني أقدم لكم دعوة مفتوحة هنا لجميع الأصدقاء ممن لديهم الرغبة والقدرة، خصوصا في الجانب الفني من الإدت وغيره، في التواصل معنا على هذا العنوان الذي تجدونها على الشاشة، وطلب الانتماء إلى فريق العمل لتقديم المساعدة، فنكون لكم من الشاكرين. محاور هذه السلسلة تتلخص فيما يلي: أولاً سنشرح مفهوم من المنهج العلمي وأهميته، وسنوضح كيف يعمل، ثم سنتطرق إلى فلسفة العلم وعلاقته بالمادة والغيبيات، وسنحاول أن نبين أيضاً كيف يقوم دعاة الخلق المباشر بتشويه العلم وتقديمه بصورة خاطئة، أو اتهامه بأنه مسيس، أو أنه يتعارض مع الأخلاق، أو أن هدفه الأساسي هو محاربة المعتقدات وهكذا. ثانيا سنقوم أيضا بأخذ نظرية التطور والأسس الصحيحة التي تعتمد عليها كمثال صارخ على كيفية نشر مفاهيم خاطئة للعلوم، ونتمنى من خلال هذه العملية أيضا أن نقوم بإزالة الغموض حول مفاهيم مهمة في نظرية التطور كثيرا ما يساء فهمها، مفاهيم من مثل الانتخاب الطبيعي مثلا والطفرات العشوائية وتوريث الصفات الجينية وغيرها الكثير ممن يرميك بها الخلقيون عندما يتحدون المجتمع العلمي بأسئلة من نوع كيف أتينا الصدفة أو لما لم ينقرض القرد إن كان هو السلف ونحن الخلف. ثالثا سنحاول أيضا أن نسلط الضوء على تكتيكات الجماعة التي تتنكر لنظرية التطور دون أن تقدم أي بديل، عدا عن كون طبعا أن هذا البديل هو الخالق، وذلك لأن ذلك يتناغم أو يتناسب ومعتقداتهم وموروثاتهم وهكذا، ودون حتى أن يشرحوا لنا كيفية عمل هذا الخالق أو ميكانيكيته العلمية. وفوق كل ذلك يلقون عليك مصطلحات من مثل الخلق أو الخالقية أو التصميم الذكي وغيرها من المصطلحات الفارغة من أي مفهوم علمي، ومن ثم سنقوم بفحص إن كانت ادعاءاتهم هذه قائمة على أسس علمية كما يدعونهم أم لا. وسنتطرق إلى فكرة التصميم الذكي التي يقترحها دعاة الخلق أو مؤيدي وجود كان يتدخل بالتصميم لنوضح مشكلة هذا التوجه فلسفياً وعلمياً. سنناقش موضوع الأعضاء الأثرية مثلاً ولماذا ينظر إليها المجتمع العلمي على أنها ليس إلا آثار تطورية، مما يضعف بقوة فكرة التصميم الذكي. أحد أهم ركائز حركة الخلق أو التصميم الذكي هو محاولة إبراز بعض الأمثلة التاريخية أو المعاصرة على أدلة ثار حول مصداقيتها أو جدارتها الشكوك والجدالات، وتم الترويج لها من قبل الخلقيين على أنها شواهد تثبت خطأ نظرية التطور. سنأخذ أمثلة على أدلة أحفورية مثلا اشترها الخلقيين طويلا لتصبح بمثابة أيقوناتهم الشهيرة، أيقونات الخلقيين التي يشككون من خلالها بمصداقية أدلة نظرية التطور. أحد أهم الأدلة العلمية المعتبرة على انحدار الكائنات الحية من أسلاف مشتركة هو التشابه الجيني الكبير فيما بينها، الأمر الذي لم يسلم بدوره من محاولات التشويش والتشويه للتقليل من شأنه كدليل دامغ على صحة نظرية التطور. لذلك سيدور المحور الأخير لهذه السلسلة حول بيان موضوع التلاعب وسوء الفهم الذي يمارس من قبل دعاة الخلق. وبالنهاية نتمنى أن تتابعوا معنا هذه الرحلة التي آن الأوان لسبر أغوارها، وخصوصا لمن يتحدثون بلساننا العربي. رحلة تروي قصة أحد أشرس المعارك الموجهة ضد العلم والمعرفة والمنهج العلمي في تاريخنا البشري، قصة تتكرر سواء من خلال المناهج التعليمية أو بوسائل الإعلام من قنوات فضائية دينية وأخرى تحركها السياسات المحلية والعالمية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والذي كاد أن يتفجر من الغث والسمين. قصة يقدمها بالعادة جماعات مدفوعة قائديا ودينيا أو سياسيا، ترزح تحت ضغوطات وانحيازات مجتمعية أو شخصية لا واعية، تحاول الدفاع عن عقيدتها بشتى الطرق، وأن كان ذلك يتطلب تشويه صورة العلوم في أعين العامة لتقليل ثقة الناس بها، وهذا لا شك من شأنه أن يعزز لبقاء واستمرار الإيمان بالغيبيات والحياد عن المنهج العلمي الصحيح، الأمر الذي وللأسف ينعكس سلباً على تقدم وازدهار حياة شعوبنا، ويشجع استبداله بكل علم مزيف تماماً كما حدث في أوروبا بان العصور الوسطى، عصور الظلام. ونحن في هذه المحاولة المتواضعة نرنو إلى أن نوقد ولو قبس ضئيل من النور، علّه يحفز من يشاهدنا بأن يحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية في حمل الشعلة وإنارة الدرب لإخراجنا من الظلمات. شارك معنا طبعا في إعداد هذه السلسلة بعض الأصدقاء وأغلبهم من المتخصصين والأكاديميين في مجال البيولوجيا، ممن رفدونا بجهودهم وملاحظاتهم القيمة لإنجاز هذا العمل، فنوجه لهم شكرنا الموصول وتقديرنا العالي لكل ما قدموه.